يقول لي الشيخ ديال التجار الكبار ديال الحشيش والمخدرات. الحايد وروينا كانوا تلاميذ ولا تسافرنا التلاميذ ديالهم باش يصيدونا. ولا باغي يصيفطوا الموني. ولا باغي يصيفطوا للحبس الشريف. يصيفطوا للحبس ولا غوضه ولكن الله معايا مازال صيفطت امو كاملين. وما بغيتش المحسن يدير معايا شي حاجه. ما بغا حتى حد يدير معايا شي حاجه كاين سيدنا وكاين الحموشي. ما بغاو يدير معايا والو غنحيد من هاد البلاد هادي ونبقى نهضر هاديك الساعه كيما بغيت. وعاش الملك. فين لك تشديتي الشريف ولا لا؟ فين لك تشديتي؟ في شي قديم بلا حساب. مشاهدي قناة الشعب قناة شفت فيها مرحبا بكم في هذا البث المباشر العاجل مباشرة من واحد بوزنيقة معنا الشريف مول البركة اللي نقدر نقولوا كان بين أكبر التجار ديال المخدرات كان من بين أكبر التجار ديال البوفة من بعد ما تاب ودخل سوق راسو غبرة ماشي بوفة الغبرة فاش كانت غبرة شحول ملي قول لي كانت الغبرة بعزة كيفما قلتي لي قبيلة أنت ما عمري بعتها وتبعت الدارس وثلاثة الحازقين ما عمري درتها في حياتي وما نديرهاش في حياتي واخا هذيك الساعة كي كانت هذيك الساعة ما نبيعهاش الشريف كيفاش بداش حكايتك مع التبزنيز وكيفاش دخلتي للعالم ديال الغبره والحشيشه الشريف؟ التبزنيز ديال الصحراء مشيت الصحراء صغير عاودت شحال من نوبه خدنا في البحر مال البحر الصحه والجهد ناس كبار قال لي خدم بديت خدام صافي قالت لي فلوس وكذا وهذه باقي صغير دخلت لهذا الشيء هذا باقي صغير ما عرفتش دخلتي ومنين دخلت ما لقيتش كيفاش نخرج اول حاجه تهجرتي فيها الشريف شنو هي؟ الحشيش كيفاش بديتي في الحشيش؟ أول سطوك جبتيه كيفاش جبتيه وكيفاش تعجرتي فيها؟ كان ديك الساعة تما في الصحراء صافي شديت المقالة ديالي شديت البداية ديالك بديتي في الصحراء شنو؟ شديت الداخل بديت خدام حشيش شراب شوية حشيش الشراب شوية الدواء صافي كيفاش الدواء؟ قوبي تيدخل من الجزائر تيدخل من موريتانيا تيدخل من النواحي شبكات شحال كنتي كتدخل في النهار الشريف؟ لا شوف ما شريف وكون بغينا نزعمو الدراري الصغار ما نقولوش تائب حتى اللي كيزعم ما غيتوبش غيبقى غادي مستمر تقولها هذيك اللي يقول مستحيل تكذب البزناز شحال كيدخل في النهار شريف بزناز صغير بزناز كبير مويين بدا ليا من الاول البزناز اللي كيبيع في الدروبه شريف شحال كيدخل كيدخل 10000 20 كيدخل مليون كيدخل 20 كيدخل 400 شحال كنت كتدخل شريف شحال كنت كتدخل شريف نهار العيال شحال كتدخل؟ الله يدخل قول لي يا شريف ها بيناتنا الناس بغاو يعرفوك شحال كنتي كتدخل الشريف؟ كلها بيناتنا داك الشيء كتب الماضي شحال في النهار؟ لا لا حتى في النهار ونهار ما لقيتش داك الشيء كاين 20 مليون شي فاية تدخل فيه كاين 700 كاين 20 مليون في النهار الشريف؟ هذيك كاينة هذيك ماشي كاينة ديما هذيك فوق منا حتى ما تنا كل شيء انا وياهم مخزن تا هو تياكل حيت ماشي ديالي بوحدي شنو اللي خلاك توبه شريف؟ الصلاة وبا فاش مات قال لي السكتار دابا عندنا الحرام والصلاة صافي وداك الشيء اللي فيا وحيت باعات وليت نصلي عاد حسيت بشنو فيا أنايا وحسيت بأنا شكون أنا واخا شريف قلتي لي أنك تلاقيتي ملي تمشي جاوك اتصالات أكبر بارون ديال المخدرات هذاك النهار مع هذوك المرات سجلنا مول 10 كيلو ديال البوفا سجلنا هذا واحد اخر عيط لك قال لك هذا الشيك معايا الارض الفونتوم عندك اوديو بكل فونتوم قتلوا ثلاثه بغيت يقتلوهم قال لك فونتوم كاينه ونمشي ونشدوا الفلوس كنا باش تيقول سمعنا شي سمعنا السلاح قال لك عنده والناس اللي الناس تتسد هذوك صحاب الطريفه وصحاب غبيه سمعنا الشريف سمعنا الشريف سمعني باش الناس يعرفوا حتى هما سمع لا 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 هلا خليني من داك الشيء خليني من اي حاجه اخويا صافي اخويا مبقينا باغي نخدم على حتى حاجه باغي العيش هذا بزناز الشيء عنده ارض وطون هو قدام طنجه الحمد لله ما يطيحوني طيحوا بعيد كلي والو ما بقى والو ايوا المغرب هذا وقف ما يتاكل الخبز وتاه انت مازال باقي احرق راح تحرق باقي هذه راك تخربط الخاوي هذا الشيء بعد من داك الشيء ديال عقلك صافي خدم السلاحه ديالك وخدم داك الشيء ديالك وتاح اه الاحسن اه بالقليل يدير واحد اه بالقليل واحد يدير فلوس يا بالقليل اه هو الا كان بنادم هاني عاد هنا اشتر من كل شيء شي ما خدامش هاد الشيء هذا بلا اللي مطلب الله يعفو عليه كاع شي حاجه خايبه يبعد عليه الله يعينهم واش النظام ما عملش معايا واحد كنخدم معايا في ارض قال قرب لتحت ديرو على الميكروفون ها كوجي كان عندي استرك معايا ولا لا ما تنتسرك هذا ما تنضرب شي حاجه بدل
لا عرفت انت زعما ما طيخه بصله بطاطا شي حاجه شي ارض كيوه هنا يا اخوان. هاد العام هذا غادي نمشي نلتقي صاحبي مع عندو الارض اللي جيت جبتو كيوه عندو غادي ندوق فيها فلاحه واه حلال الزرع وكذا وهادي صافي تفازي تاع راس الحرام ما تيعطيش بس السلطه اوليو تكون عندك جوج الفرنجين يعني لا لا بلاش دابا هذا قال لك جي عندي نعطيك الارض اش خصك تزرع فيها زرعوا فيها كيف قال لكم غنديروا في فانتوم اوروبا حتى هو اللي تيزرع لا واش قانونية ولا ماشي قانوني حتى خويا واش انا عارف هذاك الشيء عنده قانوني ولا ماشي قانوني داك الشيء ما عارفش واش قانوني ولا ماشي قانوني فيتزرع ولكن هذا منين جاب لي مرتك الشريف وكيفاش تعرفت عليه صافي بارك من الاوديو الشريف اه ما كاين ديال فونطوم كدا وشي حاجه ثاني بعدا كاين اوديوات بزاف يعني جاو قالوا لك اشري جا قتلوا ثلاثه وكاين بزاف الحوايج قال لك جاو قتلوا ثلاثه قال لك جي كيفاش تعرفتي على هذا السيد الشريف وكيفاش تعرفتي على هذا البزناز الكبار الشريف هذا فين انا عمري شفته هذا فاش النمره ديالي كدا هذيك النوبه تاع شي حد اللي باغي يصدني النوبه هذوك الناس النوبه اش نخدموا هادي اش نديروا هادي عيط ليا الو السلام عليكم كذا 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 انا جبلي عندي في جبل الاراضي عندي فونطوم عندي كلشي في الحقوق عندنا هادي دابا هنا واحد الناس هما اللي شدوا السوق هاد واحد ثلاثه نجيو كيتسلاح كي كلشي فينيوهم قتلوهم نشارجو فايز ديال الحشيش نمشيو ما بقاش رجعوا قلت له تسطيتي حتى واحد جا عند الله تقتل واحد قلت له سير بيع بزنس دير اي حاجه بقيت تبسو باش تقتل بنادم لا تاك تتحارب معاهم بالسلعه تحارب معاهم بالخدمه تي انا ما واكلاش وكنو باش يقول يعني هو اجا يا فياج موجود نبغى انا صيفطك واحد زكريا عنده 30 بلاصه وشوف هادي وشوف هادي وكذا عنده الماتيري عنده كلشي كنو باش شنو في الاخر قال لك اجي نزرعوا الارض انا تنهرب لي من هاك هو تيدوز هاك الشريف وما مالكش وما ها بياضك هذوك بياضك اللي مصيفطينو ليا بغاو يضحيو به ضحيه خامسه كي بغيتو هذا ريقلو واخا ما يقدش به المخزن ريقلو نقول ليه جي عندي غنشدو غندير ليه فيديو غنعلقو غنأدبو العالم يتفرج فيه ولكن انا ما باغيش نتحارب حيت شديتو بان دبرت عليها كنحيد الصبع ديالو نحيدهم لي ندير باش ما بغا كنشدو غادي ندير شي حاجه خايبه ما بغيتش ندير شي حاجه خايبه انا ما بغيتش ندير شي حاجه خايبه لحد الان شي مسؤول كبير شي واحد يدير بصح اللي غادي يشد الناس ديال بصح بغيتو اما تحب خوا خاوي والو البزنس مالو معاك الشريف البزنس مالو معاك هادو الناس كنت خدام معاهم واحد لصقتو مشى لي رزقي وتحاربت معاهم درت فيديوهات بغا يحاربوني اما نموت اما ندخل بشي فياج للحبس الغرق اما شي لعيبه بغا يحيدوني من الطريق حيت علاش قبل ما نوصل شي حاجه كبيره معاهم شي ناس كبار ديال بصح باش يتفرشوا الشريف كيتحاربوا معايا من البعيد عطاوني فلوس صحيحه عطاوني ما عرفتش شنو بغيت وبغيت تعطوني اش ديروا انا نقول واحد الكلمه العواشر هذيك بغيت تفاصلوا معايا قلت لك 400 مليون زيدوا شوي زيدوا عمرو شي خمسات نكون غادي هادشي تصيفطوا لي دريات تصيفطوا لي هادي التليفون والقوالب باش ترصدوني لوحوا عليا في الطريق نهزها غنصدق منها وناخذ منها ولا عام مابقاش والله ما كنهضر عليكم حتى علاش شي ناس قايله ما يقدوش بكم ونيت راك صدقت وما قدوش عليكم من باقي دابا تتلعبوا حتى واحد ما عيط ليا صحيح عيطوا لشي وحدين والو خاوي كوميسيريات خاوي ما نتقش بهم حق ما عيطش شي واحد صحيح راك واعرين وصلتوا ما عليكمش قريتوها ومشيتوا مزيان شريف واش ما قدلهمش واحد ما قدلهمش واحد غير لكم شي ديال السلو ديال الرباط قال لك حنا ما نقدوش على هاد الناس هادو ما نقدوش عليهم يعني. شريف شي ناس دابا قال لك فين وصلت الفلوس اللي خازن في الصحراء شو لي هذاك معاه اسقي هذاك دخلوا لي فيه هذاك حتى مبغيه حتى قلت ناس كبيره حتى قلت لي هادشي كامل نمشي نجبدو شو لي هذاك معاه علاش خبيتي فلوس الصحراء شريف هذيك كانت مخبيه ومن تما صيفطوني وفوني مابقاش ندخل الصحراء بقات يا بقات ما عرفتش حتى هي تهزات ولا داو شي حاجه الحوفه عامين فاش داو هاد الناس الخدامين دابا وصلوا الطيارات خاصه وين داوهم وداو مشات شي حاجه شحال ديال الفلوس اشريف انا عالم ما عرفتش عمر وفلوسك اشريف عمر خبي اقول لي شوف تقريبا اش تقريبا شحال مخبي اشريف والله ما عرف بالله قيمه تقريبيه انا العدد اللي تقولوش قلت تقريبا شحال كاينه مليار ما عرفتش تقريبا الشريف ما عرفتش واقيلا انت هي باغي تعطفني انت لا لا حاشاك تعطفك بالخير لا حاشاك لا حاشاك كاين المليار الشريف ما عرفتش والله ما عرف والله ما نقول شحال انت كتخبي وا تنخسر وتنخبي وتنبني ريكل صافي وكذا وغادي حصلت هذيك الحاله حصلت بغيت نسولك تحيت من تما فتحك والسيتيام اللي كتجي فيه نسات يا محو غير ما غتخو مشى فيها واكل الحبس فيها رئيس مشى فيها وينو كنت حامله معايا ابتسام مرتي في المانيا كتعامل معايا وتي القرطاس تما
وتا حاجه ما تريقلاش بالعام وبكل شيء. شي ناس دابا شي ناس دابا تيقول لك انت ما عندك والو طالق علينا ما عندكش فلوس. واش ما نوريك انا اش عندي؟ سير عايش بخير الحمد لله. فين تجي عندي تتصور معايا شحال مره صورتي معايا كابانو ابارتومو الحمد لله عايش عندي الله والله انا عندي الله الفلوس تعطي لي الله الحمد لله. وهاد الناس اللي حاربوك الشريف يحاربوني؟ اه ما قدش عليا الله يمي قدو. ليش بغيت توصل الشريف؟ ها؟ ليش بغيت توصل؟ بغي نوصل انا سيدنا ويحموش ونفرق واحد الرمان. انا ما تفرقعت ما عرفاش البشر شي حاجه مشكله اللي بغي نوصل هنا. شحال من عام وانت كتهضر في الصحراء الشريف؟ ممكن صغير 16 عام مثلا. علاش بالضبط تجي الصحراء وما تجيش مدينه اخرى الشريف؟ علاش من البحر انا مثلك في البحر قول لك 100 دار في البحر 29 30 40 في البحر مشيت على حسب البحر. واش تلاقيتي مع شي بزناز هو اللي خلاك تولي ولا كد البلياد ولا كيفاش؟ مشيت تما لقيت شويه الجاد لانطيمه والعومان التاكسي وكذا واقف ما تتصاتش صافي قال لي انت هذيك البلاصه ديال الخدم ما كاينش اللي يهضر معاك وخسر شي حرام ماشي مشكلش. وانا 16 عام عارف الحرام 17 عام باقي قاصر باقي لاكارت ما نصوبش انا عارف الحشيش. ها شنو عارف الحشيش؟ تصور دري عنده 10 سنين شنو فاهم الحشيش عارف صغير قاصر بان شتي الفلوس شتي الحمايه وشتي السلطه وشتي كل شيء صغير ما عرفتش وغتولي تخاف تقول غيصيفطوني قلت في الحبس قلت يقول لي كذا حتى الخوف تقول خاف منهم حيت المخزن استغلوك اشريف. اه حيت المخزن نقدر نقول شفت من الحبس يقول لي يقول لي يقول لي صافي ما هي سهله. شحال من عام انت كتهاجر؟ تقريبا سنين اكثر من البوفه ما بعتيهاش البوفه علاش ما بعتيهاش؟ هذيك الساعه ما كانتش في هذيك اللحظه وهذه تتهلك عباد الله وتتقلب بنادم سيدي بيع فيها بنادم سيدي بيع قلب بنادم شريف موتي هذا بلاتي هذا اخر سلاح هذا بوتين كيدير بوفه كي واقيلا كيدخل بوفه تما وانتصر بقايا تيلوحوا بلا كل شيء غادي يدير. نسولك واحد السؤال شويه شخصي الشريف نتمنى انك تجاوبني عليه وما تقولش لي لا. اها ياك البزنازه فيهم بزاف الانواع كاين اللي كيبيعوا في الدروبه كاين اللي كيتخباو في الغابات كيبيعوا لهذوك وكاين البزنازه الكبار. شنو الفرق بين كل واحد فيهم الشريف؟ واحد على حسب السلطه اللي هذوك اللي تيبيعوا في الدروبه في الغابه شادين هذوك المخزن صغير هو وهذوك الكبار شادين الناس كبار والكبار مع الكبار والصغار مع الصغار وكل شيء واكل. انت مع من كنت يا شريف؟ انا كنت مع المتوسطين وكنت مع الكبار. هذوك تي بزناس كبير هما اللي بزناس انا خدام هادوك الناس بزناز هادوك الناس ديال يعني انت الناس يعني انت شريف هما بزناز. لا 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 حنا ما نتكلموش يعني انت شريف ما كنتش كتبيع ب 10 دراهم 20 درهم 10 دراهم نبيعو مطيشه شحال كنت كتبيع شريف؟ وداك الشيء على حسب الكليان جا عندك واحد ما عندوش باغي يتعاون ما عندوش هذاك الشيء في البدايه. اما حتى تولي تخدم مع الناس كبار تولي يقول لك هذه غتجي من هنا توصل لهنا غدير هنا غتحط هنا انت كاتب في راسك شويه تخرج ما تهضرش شويه اللي فات انا جالس وخدام شحال من واحد دابا انا سيدي تيشدني تيشري لي كاميو وبدا خدام فيه بسميتو انا تيتسد ديالو وتيشري لي كاع طوموبيلات وكاميوات تمشي حطو في فيلا ياكل ويشرب ويتخلص يدير 10 مليون في النار ولا فلوكا ولا زوط ياك تدي الحشيش ويدير 10 مليون في النار وخدام به انا تيتسد بسميتو هو مريح جالس في فيلا عايش وفايجات تيمشيو ما بسميت كما داروا دايرين هاد الناس هادو دابا اللي محابين معايا راه فايزه تيمشي ولكن حتى تسد فونتوم فلوكا اي حاجه تسدات ديال هذاك غتتخلص تنطح الورقه ديالك وريح بقى تخلص تنطح الورقه ديالك وتدخل يديروا حتى 10 مليون في النص 6 4 ما تهمهمش ولكن هذاك الشيء اللي تما كاميو وهذيك تيدي السلعه وهذاك الشيء تيدي السلعه بسميتك انت هذيك شي خدمه ولات عاوتاني خطيره خدمه مشكله. شنو هو المخدر اللي كان كيتمشى بزاف عندنا هنا شريف اللي كيتقداو المراهقين بزاف؟ الفا كانت سي وشك كنت تقلب عليه مزيانه هذا الشيء اللي كان دابا مسخات وليت بوفا وليت كوينه حتى شغل اللي كان شحال هذا مخدر تيكميو كاع الناس هذا الشيء اللي عرف. اما هذا الشيء ديال حتى انا اللي نعرف هذو البنات تعطيني في الثمانينات التسعينات كان اكثر من الحشيش.
كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو الشريف مول البركه اللي نقدروا نقولوا انه كيعطي البركه، وكان تاجر سابق في المخدرات ماشي البوفا، يعني المخدرات كما قالوا هو الحشيش القرقوبي اي نوع تاجر فيه وتاب، ف ولا كيتلقى عروض باش انه يخدموا معاه بارونات مخدرات، ولكن الشريف تاب وباغي يكشف المستور وكيناشد الناس المسؤولين باش انهم يوقفوا معاه باش انه يفضح عده قضايا كيف ما قال الشريف. مرحبا الى هنا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي نكشف بدل القدر، على امل ان القاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.